حياة كريمة، حيث نظمت مديرية الصحة قافلة علاجية مجانية بقرية الماريناب التابعة لمركز إدفو في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية والسونار، وتوفر أكثر من 130 نوعا من العلاج بالمجان وعمل أشعة رنين مغناطيسية ومقطعية. وتم تحويل عدد من المترددين للمستشفيات التابعة للمديرية لإجراء جراحات متنوعة. احنا النهارده بننفذ القافله الطبيه في قريه المارينب التابعه لمركز ادفو، بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين. فكره القافله الطبيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل يضم 10 تخصصات طبيه مختلفه. معانا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف بالمجان، معانا 2 معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمه الاشعه العاديه، ومعانا خدمه السونار،